عاش الشباب اللي بيحمي بروحه بلده، عاش عاش الشباب اللي بيبني بعرقه مده، عاش عاش الشباب اللي بيهزم اي يأس مهما شافه، عاش اللي شايل حلم بلده همها فوق كتافه، عاش الشباب عاش الشباب صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح الخير عليكم أعزائي المشاهدين في كل مكان وفي كل بيت في حلقة جديدة ومهمة من برنامجكم عاش الشباب. الشباب اللي يقدر يبني، الشباب اللي يقدر يغير، الشباب اللي يقدر يضيف. مين اللي هيخلي الوطن يتقدم غير الشباب؟ مين اللي هيخلي الأمة تنتصر غير الشباب؟ مين اللي هيحمي الحمى غير الشباب؟ شباب بلدنا هم كلمة السر، وشباب بلدنا هم الثروة الحقيقية، واللي أكيد بيهم هنبني جيل وأمة قوية. في البداية خلوني أرحب بزمايلي اللي موجودين معايا النهاردة. صباح الخير عليكم يا شباب. صباح الخير عليك يا محمد. خلونا بقى نبدأ تعريف فقرات حلقتنا النهاردة، وهبدأ مع ندى السيد. ندى صباح الخير عليك، وعندك إيه النهاردة؟ صباح الخير عليك يا محمد، وصباح الخير على كل اللي بيشوفونا دلوقتي. طبعا كلنا عارفين ان الاسنان بتدي للانسان الشكل والمظهر الجميل والابتسامه الجذابه، عشان كده في الفقره الاولى هنتكلم عن اغلب مشاكل الاسنان وطرق علاجها، كمان هنتكلم عن افضل انواع الحشوات التجميليه. كل ده واكتر مع ضيفنا الدكتور حماده الصباغ، اخصائي طب الفم وتجميل الاسنان. بالظبط يا ندى، ولان ابتسامتك سر سعادتك واجب علينا نحافظ على اسناننا، لان ابتسامتنا بتنور دنيتنا. هيكون ضيفنا في فقرتنا الاولى دكتور حماده الصباغ، اخصائي طب الفم وتجميل الاسنان، واللي هنتكلم معاه عن كل ما هو جديد في طب تجميل الاسنان. الاختراع هو كل فكره جديده قابله للتجديد والتغيير، يعني نقدر نستفيد منها على قدر المستطاع وننفذها بسهوله ويسر. عشان كده ضيفتنا في الفقرة الثانية هتكون المهندسة نرمين خليل، أصغر مخترعة في مصر. جميل جدا يا شباب، وإن شاء الله الفقرة الأولى تكون فقرة طبية مميزة مع الدكتور حمادة الصباغ، أخصائي طب الفم وتجميل الأسنان. واستنوني أنا وزميلتي رميساء مع المهندسة نرمين خليل، إحدى المبدعات المصريات. هروح لفاصل، ولكن قبل الفاصل حابين نتوجه بالشكر إلى الزميل الأستاذ أحمد دياب، رئيس الأكاديمية المصرية للإعلام والتنمية ومقدم برنامج مصر الأصل وبرنامج الباش تاجر، على مجهوداته معنا في الفترة الأخيرة. حقيقة يعني الأستاذ أحمد دياب كادر من الكوادر الإعلامية الموجودة في الساحة، ساحة الإعلام المصري، له كل الشكر والاحترام والتقدير. حابين كمان نتوجه بخالص العزاء إلى الزميل العزيز أحمد حجازي في وفاة والده، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. أعزائي المشاهدين هنروح لفاصل، وبعد الفاصل استنوا زمايلي ندى ولمياء مع الدكتور حمادة الصباغ، أخصائي طب الفم وتجميل الأسنان. استنوهم بعد الفاصل، ما تروحوش بعيد. مشاهدينا ورجعنا بعد الفاصل ولسه مكملين حلقتنا، بس خلوني في البدايه ارحب بضيفي منورني في الاستوديو الدكتور حماده الصباغ، اخصائي طب الفم وتجميل الاسنان. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك. عايزين نعرف من حضرتك، كلنا طبعا نعرف ان في عدسات لاصقه للعين، لكن الجديد في طب تجميل الاسنان ان في عدسات لاصقه للاسنان. عايزين نعرف ايه هي او ايه المفهوم المعروف بالمصطلح او ايه معناه او كده. تمام، يعني عدسات اللاصقة الأسنان ممكن بالمعنى العام شوية اللي هي بتبقى اختصار للفينيرز أو اللامينيت فينيرز، في منها طبعا أنواع كتير، بيختلف النوع على حسب السمك بتاعها وطريقة تحضير الأسنان، واللي في الغالب بتبقى معمولة بهدف تجميلي، إن احنا مثلا حد أسنانه صفرة بطريقة جامدة، أو إن احنا عندنا بعض الإعوجاج في الأسنان، أسنان مش مرتبة أو إن شكلها مش عاجبنا. طبعا بتدي ثقة أكتر، بتخلينا نقدر نبتسم بشكل أكتر وبتخلي ابتسامتنا أحلى.
بس احنا ما بنحبش ان احنا نلجا للحل ده بشكل مباشر، لان احنا ممكن ناخدها درجات. ان احنا نبدا الاول لو هنقدر مثلا نعمل تبييض للاسنان اذا كانت مش ما فيهاش اعوجاج وما فيهاش مشاكل كبيره، لو مجرد التبييض هيدينا الهدف ويخلينا ساتيسفايد ونقدر ان احنا نبتسم بثقه يبقى ده حل مناسب اكتر. لو المشكله اكبر من ان مجرد ان احنا هنبيض الاسنان يبقى ممكن ننقل على اللي بعديها، ان احنا ممكن نعمل فينيرز او ممكن نعمل لومينيرز. ده بيبقى مفيد، يعني بيخلينا نقدر نتعامل بشكل احسن، نضحك بثقه، نقدر نبص في المرايه كويس. دي كلها حاجات كويسه، بس الحاجه اللي مش كويسه ان احنا يبقى ده ترند ونبقى احنا بس عايزين نعمل كده عشان كل الناس بتعملها، وعشان ده بقى خلاص كل الممثلين بيعملوها او كل الناس المشهورين بيعملوها فانا لازم اعملها. هو ده مش صح قوي، يعني هي ليها فوائد فاحنا نستفيد من الفايده بتاعتها. لو انا عندي مشكله مش قادر اضحك كويس، مش قادر ان انا ابص في المرايه واستمتع بضحكتي، لا لازم نعملها عشان يبقى عندي ثقه اكتر، عشان اضحك بشكل كويس، ابقى مستمتع بحياتي، لكن مش بس لانها شكلها حلو. عاوزين نعرف من حضرتك ايه افضل انواع الحشوات التجميليه والفرق بين حشو الامالجم وحشو الكومبوز. خلينا برضو نوضح للساده المشاهدين ايه هو حشو الامالجم والكومبوز. الامالجم ده اللي هو الحشو البلاتيني او الفضي، والحشو الكومبوز هو الحشو الابيض او بيسموه الليزر كمان. يعني عايزين نعرف كده ايه هي مميزات وعيوب كل واحد فيهم، وايه افضل نوع من الحشوات التجميليه. تمام، هو زي ما بتقولي برضو هو الفرق المشهور بينه وبين ده وبين ده عند الناس كلها ان ده لونه اسود او لونه فضي، والتجميليه لونه ابيض لون السنان. فده الفرق الجوهري بالنسبه للناس، ان انا دلوقتي عايز اعمل حشوه لونها ابيض او مش حابب شكل الحشوه القديمه اللي كان لونها فضي او لونها اسود. بالنسبة للدكاترة بيبقى الموضوع مختلف شوية، لأن احنا عندنا الحشوات نفسها كل حشوة مناسبة أكتر للحالة. يعني في حالة بتحتاج إن احنا نعمل حشوة أمالجم وبتبقى مناسبة جدا وبتتحمل قوة تعيش فترات طويلة جدا، وفي حشوات بيبقى الأفضل ليها إن احنا نعمل حشوات تجميلية اللي لونها أبيض. وطبعا في الفترة الأخيرة الحشوات التجميلية بدأت تتطور كتير، بقينا بنعتمد عليها مش بس في الأسنان الأمامية زي البداية، بقينا ممكن نعتمد عليها في الاسنان الخلفيه اللي بيبقى عليها ضغط كبير في الاكل وكده، لان بتبدا ان هي تتحمل اكتر معانا. بس بيبقى الفرق الجوهري بينهم اللي بيهمنا ان احنا بنقدر نستخدم الحشوات التجميليه في الاسنان الاماميه، بالذات لو سنه مكسوره او سنه فيها تسوس او الكلام ده كله، بنقدر ان احنا نعملها بنفس الشكل ونعوضها ونخلي الابتسامه زي ما كانت، لان الحشوات اللي هي الامالجم اللي لونها غامق زي ما نقول مش هنقدر نستخدمها في الاسنان الاماميه بتبقى مش جميله. معانا صور دلوقتي حابين حضرتك تعلق عليها. تمام، دي برضو كانت حاله بتشتكي من ان في فرق بين الاسنان الاماميه، حابه ان هي تقفله، فاستخدمنا حشوات الكومبوزيت او الليزر او زي ما بيسموها حشوات تجميليه لونها ابيض. ومش بس ان هي يكون لونها ابيض، الاهم ان احنا نقدر نرجع لون السنه يبقى مش باين ان هي معمول حشو. يعني هي بتبقى ابيض ولا بتبقى تقدر توصل للون السنه بالظبط؟ في شيدز كتيره بنقدر ان احنا نختار الدرجه القريبه من لون السنه، بحيث ان احنا لما نحطها انا اشوف الصوره اللي تحت مش هعرف ان هي عامله حشو اصلا، فهتبقى مريحه نفسيا. لكن انا ممكن احط حشوه مثلا لونها ابيض قوي، الناس ساعات بتطلب ان انا اعمل حاجه لونها ابيض قوي اللي بيبقى مش مناسب اصلا لون اسنانه، بالذات لو جينا نحط تركيبات او كده. تمام، انا عايز اعمل لون ابيض قوي اللي هو لون زي الطباشير كده. الصوره دي تمام، دي ممكن لو هنتكلم عن الاطفال بقى، دي برضو حشوه تجميلي بس دي يعني ليها علاقه بالاطفال شويه. دي كانت اسنان اماميه برضو مكسوره فيها تسوس، عملنا لها علاج عصب وبنينا الضروس او الاسنان الاماميه، وزي ما احنا شايفين ان هي مبسوطه. ده اهم حاجه. الصوره اللي بعدها ده بقى مش حشوات خالص، ده تبييض اسنان كبير. يعني كان هو كل شكوته انه الاسنان صفرة، كان حابب يعمل تبييض اسنان. فزي ما احنا بنقول انه تبييض اسنان برضو زي ما كنا بنتكلم على الفينيرز، ان احنا مش هنعملها مره واحده كده ان انا عشان عايز اسناني تبقى بيضه فهعمل فينيرز. انا برضو مش هعمل تبييض اسنان قبل ما اعمل تنظيف جير، ممكن النتيجه بتعجبني جدا وما اكونش محتاج ان انا اصلا اعمل تبييض اسنان. فلما بعمل حاله زي دي مثلا بنعمل تنظيف جير، الحاله بقت جميله جدا، هو كان مبسوط، ما اضطرناش ان احنا حتى نعمل تبييض ونعمل اي حاجه في الاسنان اكتر من ان عملنا كده.
طب يا دكتور، هو طبعا زي ما تجميل الاسنان ليه مزايا اكيد هيبقى ليه عيوب، ايه في وجهة نظر حضرتك العيوب دي؟ العيوب دي نقول هي مش عيوب بمعنى عيوب، بس هي كل حاجه دايما بتبقى ليها ميزه وعيب. اكيد ان احنا لو هنتكلم في الفينيرز مثلا، هي مزاياها ان احنا هيبقى شكلها جميل، هنقدر نضحك كويس، هترسم لنا اسناننا بالشكل اللي احنا عايزينه. عيوبها ممكن ان احنا بنكون بنبرد من الاسنان، يعني مثلا نص ملي او اقل من نص ملي في بعض على حسب سمك التركيبه اللي احنا هنحطها او العدسه اللي احنا هنحطها. ده مش بيضعف السن قوي لدرجه ان هو هيعمل مشكله كبيره، بس ستيل السنه الطبيعيه احسن بكتير من اي حاجه تانية. فاحنا لو ضحكتنا كويسه وقادرين نبتسم وقادرين نمارس حياتنا كويس، مفيش داعي ان احنا ننط النطه دي. تمام. لكن لو ده مسبب لي عائق، لو انا مش قادر اضحك كويس، لو عندي مشكله ان انا مش حاسس بثقه وانا ببتسم، لا، هنا الموضوع لازم يتعالج، هنا لازم ناخد خطوه. سواء المشكله دي ممكن نعالجها بتقويم لو كان فيها وجاج بس في الاسنان، لو دي كل المشكله. المشكله ممكن نعالجها بس بتبييض لو انا عندي اسناني صفرة وبشتكي ان هي صفرة بس هي مرصوصه كويس وشكلها جميل. لو بقى في مشاكل كتير واسنان صفرة جامد، مش هيحلها التبييض ومش هيحلها التقويم والكلام، ممكن بقى ناخد الخطوه بتاعت الفينيرز او الهولو سمايل زي ما ناس كتير بتقول عليها. بس يعني ملوش العيوب اللي هي الرهيبه، بس هو يعني لو محتاجينه نعمله، لكن مش لازم يبقى عشان بس كل الناس بتعمله فانا لازم اعمله. احنا لازم احنا زيهم كده بالظبط. بالنسبه طيب للحشو الذهبي، في ناس بتعمله يعني دليل على الثراء والغنى، يعني مميزاته ايه؟ هو جميل جدا ورائع وبيعيش العمر كله. كان موجود زمان، يعني دلوقتي يعتبر مش موجود غير بنادرة جدا. يعني كان فعلا زمان بيحبوه، بيحب الشكل او حتى كمان الفضي، كانوا بيعملوا فضي في الاسنان الاماميه زمان، يقول عندي سنه فضي وكده. بس هو في الحقيقه يعني ما بقاش موجود دلوقتي اصلا. هو كان جميل، الذهب بالذات كانوا بيستخدموا ذهب، فكان بيقفل كويس في الحشوه وكان بيعيش فترات طويله جدا فعلا. مش بيتفاعل مع اللثه يعني ولا اي حاجه؟ لا، جميل، ما تفاعله مع اللثه كان جميل جدا، ما فيهوش اي مشكله. طب يا دكتور، هو طبعا حضرتك بتفضل زياره السيده الحامل طبيب الاسنان، وهل برضه ينفع ان هي تعمل تقويم للاسنان بتاعتها وهي في فتره الحمل ولا ما ينفعش؟ يعني هي بتفرق على حسب الفتره الاولانيه او في الفتره اللي في النص. يعني هم بيقسموها الفيرست ترايمستر او الثلاث شهور، والسكند ثاني ثلاث شهور، والثيرد ثلاث شهور. فاحنا بنقيم الحاله وبنشوف اذا كان الحمل ماشي كويس او لا، بنشوف الحاله اصلا مستقره ولا لا، ونشوف على حسب برضو الحاله ايمرجنسي لازم نتدخل عامله مشكله كبيره ولا لا. لو نقدر ان احنا ناجلها شويه، لو حاجه تجميليه مثلا مفيش داعي ان احنا نتدخل في فتره الحمل، لكن لو حاجه محتاجين ان احنا نعملها بنقدر نعملها، مفيش اي مشكله. بناخد بنج ما فيهوش ادرينالين، مش بيأثر على اي حاجه، بنبدا نتعامل بشكل كويس ان احنا مفيش الم كبير، ما بنأثرش عليها بحاجه، بنقدر نعمل معظم الحاجات اللي احنا عايزين نعملها من غير مشكله. بس يفضل ما يبقاش في اول كام شهر، لان الدنيا بتبقى لسه ممكن مثلا في النص او في الفتره الاخيره مثلا. يفضل في الفتره اللي هي مستقره اكتر، ما يبقاش في فتره، او لو هي مثلا عندها مشاكل في الحمل او بتاخد مثبتات او الكلام ده كله، يفضل ان احنا نحاول على قد ما نقدر ما نتدخلش فيها. يعني في ناس بيحصل لها تشنجات كده في الفك، وكل ما يفتحوا بقهم او يقفلوه يسمعوا كده صوت طق، ده سببه ايه؟ دي بتبقى مشكله في التي ام جي، اللي هو المفصل اللي رابط ما بين الفك وما بين الجمجمه. ده ساعات بيحصل فيه مشاكل، بيحصل الصوت ده وبيحصل فيه وجع شديد لو الحاله متقدمه. ده يفضل طبعا ان احنا نزور الطبيب في اقرب وقت، لانه لازم يتدخل بعلاج معين، ويعني بيبقى ناتج لاسباب كتيره مش سبب واحد، فلازم نزور الطبيب فيه. ما ينفعش الكلام اللي هو التشخيص من غير ما نشوف الحاله يعني. تمام يا دكتور. طيب طبعا طبيب الاسنان ليه وسائل مختلفه، عايز اعرف من حضرتك ايه هي الوسائل دي، وهل تبييض الاسنان بيؤدي لازاله الطبقه الخارجيه من او القشره الخارجيه من الاسنان ولا لا؟ تمام. هو فعلا له انواع كتير، بس خلينا الاول نجاوب على حته القشره الخارجيه. هو مش بيزيلها، تمام، هو بس بيخلي لونها افتح شويه. تمام. بيخليها افتح 3 درجات او 5 درجات على حسب الحاله وعلى حسب النوع اللي احنا بنستخدمينه، فمش بيأثر بالدرجه الرهيبه دي. تمام. لكن الانواع بتاعته، في منها الكيميائي، وفي منها الليزر، وفي منها مثلا بيقولوا عليه الضوئي او ايا كان.
الكيميائي بيبقى بنحط ماده كيميائيه على الاسنان وبنسيبها فتره شويه وبنشيلها بعديها بتفتح الدرجه. في المواد الكيميائيه حضرتك ايه هي المواد الكيميائيه المسموح بيها في الموضوع ده؟ تمام، المواد الكيميائيه المسموح بيها اللي هي المواد الموجوده عند دكتور الاسنان. تمام، ان احنا هنستخدم ادوات ومواد خاصه موجوده عند طبيب الاسنان، بخلاف الحاجات اللي بنستخدمها في البيت زي بيكربونات الصوديوم والليمون والملح والكلام ده كله، دي حاجات بتاثر بشكل فعلا مبالغ فيه، بتخلي الاسنان يحصل لها يعني الكالسيوم بيطلع منها بمعنى تفصيلي شويه، بتفقد قوتها، بتبقى اضعف، بيحصل لها تسوس بسهوله بعد كده، بتتكسر بسهوله. فيفضل ان احنا ما نعملش الحاجات دي في البيت. لو حابين نعمل في البيت ممكن برضو في حاجات مخصوصة للبيت، ممكن ناخدها من حد ثقة أو من صيدلية، من دكتور أو من طبيب أسنان يسمح لنا نحن ناخدها، بس يبقى واثق إن الحاجة دي ينفع نستخدمها في البيت من غير إشراف طبيب. تمام. في ناس لما تيجي مثلا تفقد سنة من سنانها، في بعض الدكاترة بيقول لها حطيها مثلا في شوية لبن كده وأقرب دكتور روحيله، ممكن جدا ترجع مكانها هي. تمام. هل الحاجات دي فعلا ناجحه ولا ايه؟ دي جميله جدا، تنجح في احيان كتير، بس يفضل ما تبقاش فتره طويله ان احنا فعلا نوصل بسرعه، تقريبا من 6 ل 12 ساعه يعني. ما نطولش قوي، لان احنا السمنه بيبقى فيه انسجه لما تفضل فتره طويله بتموت. فاحنا نفضل اول ما ناخدها بنغسلها او بنحطها في لبن، لو ما فيش لبن بنقول على الاقل خلاص ممكن يغسلها يحطها تحت لسانه بحيث ان هي تحافظ على حيويتها. بعدين بتيجي للدكتور بيبدا يثبتها في مكانها بالشكل المظبوط ويثبتها في الاسنان اللي جنبيها بحيث ان هي ما تتحركش، وبنتابع بقى بزيارات دوريه مع الدكتور عشان نشوف ان هي تثبت ونحتاج ايه بعد كده. بمناسبه الكلام عن تبييض الاسنان، تبييض الاسنان في المنزل افضل ولا عند عياده الدكتور نفسه افضل؟ في المنزل بالطريقه الصح ممكن هيبقى جميل. في المنزل بالطريقه اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها اللي هي المواد الكيميائيه اللي مش معروف مصدرها او انه بيستخدم الفحم او بيستخدم حاجات مضره للاسنان، بيكربونات الصوديوم واحماض وحاجات كده، دي بتضر الاسنان بشكل كبير، ما يفضلش ابدا ان احنا نعملها. بيبقى وقتها قد ايه بالظبط عند دكتور اسنان وعند البيت؟ يعني انهي الافضل وانهي الاسرع في التجميل والتبييض؟ الاسرع اكيد في العياده لما بنستخدم مثلا جهاز الليزر، بنحط الماده على الاسنان وبنشغل جهاز الليزر لفتره معينه، ممكن نعملها في نفس اليوم على مرتين مثلا، بتفتح بدرجه مناسبه جدا لمعظم الحالات، بيبقوا مبسوطين بيبتسموا بشكل احسن يعني. بالنسبه بقى للون اللسان، في ناس كتير بتقول ان هو مؤشر حقيقي لصحه الجسم. بالظبط، يعني لون اللسان لو عليه بكتيريا بيبقى باين ان هو لونه ابيض، وعليه احيانا لونه بيبقى غامق، بيبقى بني او بيبقى اسود. فنظافه اللسان زي ما بننظف اسناننا بالفرشه والمعجون، لازم ننظف اللسان كويس ولازم نحافظ عليه بصفه دوريه. ولو في مشاكل ان الموضوع فيه لون صعب قوي او الموضوع شكله مخيف، لازم نشوف الدكتور، لان احيانا فعلا بتبقى مؤشر لامراض تانية خطيره شويه. بيبقى في كمان يعني قرح الفم الموجوده بتبقى في سقف الفم كده، دي بتبقى ليها علاقه بمناعه الجسم نفسها؟ لا، هي القرح اللي بتبقى موجوده يعني على حسب الاسباب بتاعها. لو في سقف الحلق في معظم الاحيان بتبقى من انه بياكل حاجه سخنه زي بيسموها بيزا هيرت او حاجه زي كده، لما بياكل حاجه سخنه بيتحرق، دي حاجه بتخف لوحدها. وفي انواع تانية لو بنتكلم على الافسس ألسر بتطلع لكل الناس، ممكن تطلع في الشفايف او في اللسان او في اي حته في البق، دي برضو حاجه سيلف ليميتنج، ما بنحتاجش اصلا ناخد لها علاج، تخف مثلا اسبوع لاسبوعين ما فيش منها اي مشكله، وبناخد لها بس مسكنات موضعيه لحد ما تروح لوحدها وما بتعملش اي مشكله يعني. تمام. طبعا في الحديث عن الاسنان وكل المعلومات بتاعتها وكده، عايزين نعرف في زراعه الاسنان بتبقى موجوده لكل الاشخاص وهل يسمح للكل ولا في حالات معينه ما ينفعش ان احنا نزرع فيها اسنان؟ تمام، هي حاليا زراعه الاسنان بتتقدم بشكل كبير مع التكنولوجيا الجديده وانواع الزراعات فيها انواع كتير جدا، بنقدر نعمل زراعه لكل او معظم الناس. يعني ممكن بعض الحالات القليله بيبقى الموضوع صعب معاهم شويه، بيتعلق الموضوع بكثافه العظم، بيتعلق بانه في امراض تانية او لا، لو حد عنده امراض زي هشاشه العظام او حد عنده مشاكل ان المكان اللي بنغرس فيه السنه ما فيهوش عظم كفايه ان هو يمسك الزرعه، دي حاجات ممكن تاثر شويه، بس مش في كل الحالات يعني، معظم الحالات بيبقى الوضع مناسب وممكن بيحتاج زراعه عظم بس بنقدر نعملها.
فمعظم الحاجات بيبقى ليها الطريقه اللي تناسب ان احنا نعملها، سواء هنحط عظم او هنحط زرع ازهر او هنتصرف بالطريقه المناسبه، بس معظم الحاجات بينفع. تمام. حقيقي كانت فقره مهمه جدا ومفيده جدا. بشكرك طبعا دكتور حماده الصبا، اخصائي طب الفم وتجميل الاسنان، بشكرك طبعا على وجودك معنا. نشكر حضرتك جدا يا دكتور، وشكرا ليك يا ندى، وشكرك فقرة جميلة جدا بإذن الله. يعني الحمد لله. مشاهدينا هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل استنوا زمايلي محمد ورميساء مع ضيفتهم المهندسة نرمين خليل.